فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في درس السبت الماضي ورد النهي عن الصلاة في الطرقات، هل إذا ازدحمت المساجد وصلى الناس في الشوارع؟ قارعة الطريق يا أخي، ما قالوا في الطرقات، يقولون قارعة الطريق الجادة الموسومة، هذا اللي نهي عنها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.